هذا الإقبال الغير مسبوق، الرسالة منه إيه؟ رايحة لمين هذه الرسالة؟ الأعداد الهائلة اللي نزلت على مدار 3 أيام وما زال في لجان، وإحنا شغالين دلوقتي على الهواء موجودة لجان، وفي ناخبين موجودين دلوقتي في لجان بيطلب أصواتهم. السؤال ده سؤال مهم جدا، وده اللي يعني بيدعو للفخر لكل مصري. دي الأصالة المصرية، دي الشهامة، إن وقت ما تعوزه تلاقي المصري واقف مع بلده، واقف بكل قوته وبكل وفائه وبكل إخلاصه. أنت عارف الظروف. نعم. عارف الظروف الاقتصادية. نعم. اللي يمكن فيها بعض المشاكل من بعض الناس اللي قاعدين بيتكلموا عنها. نعم. وعارف الظروف المحيطة بالشعب المصري السياسية. نعم. وعارف اللي حاصل حتى على حدودنا من التحديات اللي موجودة. كل ده اتنسى. والناس أصروا إن هم يروحوا يدلوا بأصواتهم في الانتخابات بمنتهى الأريحية وبفرحة عارمة. فرحة الحقيقة نبع من القلب. الشعب النهاردة ادى رسالة للعالم. نعم. ادى رسالة للعالم، قال للعالم احنا الشعب اللي نعرف نرسم مستقبلنا، نعرف نختار قائدنا، نعرف نشوف ونتجاوز كل تحدياتنا، نعرف حقنا الدستوري وازاي احنا نطلعه. وخلي بالك السمات العامة النهاردة اللي فيها الرسالة الشعبية الكبيرة هي الشباب. أيوة. المرأة. نعم. ذوي الحاجات الخاصة اللي هم يعني كانوا نعم. موجودين، وحتى في تيسيرات ليهم. نعم. وده كان حاجة يعني يمكن حاجة جديدة. انا سألت احد القضاة قلت له فين التيسيرات اللي عندكم؟ قال لا ده احنا عندنا تيسيرات وبعتنا عربيات تجيب ناس. ولو اقتضى الامر ان هو بنفسه يروح يساعده هيروح له. هيروح. فالحقيقه اللي حتى بالنسبه للجماعه اللي هم يعني نعم. نعم. الفاقدين البصر. نعم. كانت في برضه ليهم برامج معينه. نعم. ولا برامج برايل، كروت برايل. نعم. برايل عشان الشعب. نعم. عليها. الحقيقه ملحمه اللي حصلت النهارده والمنظر الحضاري المحترم. نعم. اشراف قضائي. احنا اول لما جم الاخوه اول حاجه عملناها رحنا قعدنا مع اللجنه الهيئه الوطنيه. وسمعنا المؤتمر الصحفي. وهم بداوا يدونوا كل الكلمات وخدوا البرنامج كله. وبداوا يشوفوا تطبيقه على الواقع ايه. نعم. فراحوا على الواقع شافوا ان كل لجنه عليها قاضي. والقاضي قاعد في ثلاثة الناحية دي وثلاثة الناحية دي ماسكين الدفاتر بيراجعوا على الاسم الناخب. وبعدين في صندوق وفي ساتر كده موجود عشان كل واحد ينتخب بحرية مطلقة. نعم. الناس كل الدنيا كلها كاشفة الموضوع ده على المكشوف. نعم. النهارده بعد ما خلصنا بقى من حوالي ساعة كده. نعم. أنا رحت للجنة اللي هتجمع الكلام ده كله. اللجنة العامة. اللجنة العامة. اللي هي هتجمع كل محافظة. اللجان الفرعية. اللجان الفرعية معاها. نعم. وكان الحقيقة كان هدفي من السؤال ده لما يخلص الصندوق ده هيروح فين؟ مين اللي هيستلمه؟ ومين اللي هيوديه فين؟ وايه القواعد والاجراءات اللي هتمشي بعد كده؟ إيه ده كان سؤالهم. نعم. سؤالهم. فالحقيقه بينا سياده حضرات المستشارين كلهم الحقيقه. نعم. قالوا احنا بنسلم رئيس اللجنه الفرعيه. نعم. بيسلم قاضي. نعم. والقاضي بيسلمه لقاضي تاني في اللجنه الرئيسيه. قابلت المستشار طارق ابو زيد. طارق ابو زيد. نعم. المستشار كرسوق. كان معانا من شبه على الهواء. كذا. نعم. كذا كان المستشار الحقيقه. ناس كلهم ناس افاضل الحقيقه. يعني هنا في ضمانات عمليه نقل الصناديق. وطالع مع الصندوق حراسه. من الشرطه. تأمين للقاضي لغايه لما يوصله. نعم. بيوصله وهو متبرشم. نعم. سيلد. نعم. وبعدين يشوف بقى بيعدوه ازاي. مع بعض ويسلموه بعد كده للجنه العامه اللي هتشوف اجراءاتها بقى الانتخابيه وتشوف بقى العدد والفرز بعد كده. عظيم. الحقيقه المنظومه في منتهى الوضوح. في منتهى الشفافيه. كل واحد عارف دوره ماشي امتى وهينتهي امتى. وانا اعتقد قضاه مصر الاجلاء عارفين هذه الرساله، العالم كله قاعد باصص لنا. نعم. ودي الرساله الحقيقه بتضرب في مقتل كل من حاول تشكيك. انت عارف الهواة اللي عايزين يلعبوا على اي غنة اي. صحيح. حاجة مش لاقيين حاجة يقولوها خلاص. خلاص الموضوع خلص. خلص مش لاقيين حاجة يقولوها. صحيح.